تعد نادين خوري واحدة من أشهر الفنانات السوريات التي تركن بصمة في عالم الدراما السورية، حيث جسدت العديد من الشخصيات المهمة والمميزة في تاريخ الفن السوري باحترافية ومصداقية كبيرة. اسمها الحقيقي نادية لطفي، ولدت في 26 من مايو عام 1959 بدمشق. لم تدخل الجامعة ولا معهد تمثيل، حيث أنها حصلت فقط على شهادة الثانوية العامة. لقبت بعذراء الشاشة السورية والفنانة الوحيدة نظرا لفقدها جميع أفراد أسرتها ولرفضها الزواج حتى الآن من أجل الفن، إلا أنها ترفض هذه الألقاب مبررة ذلك بأن هذا الطريق سلكته بإرادتها. خسرت عائلتها بالكامل، حيث فقدت والدها وهي بعمر 7، ثم والدتها وشقيقها الأكبر مدير التصوير جورج خوري، وأخيرا شقيقها المقرب طوني خوري، لتعيش نادين حالة حداد طويلة. تربت داخل بيت يقدر الفن والثقافة، لذا كان لهذا الجو الأسري دورا في دخولها عالم الفن وهي بنت 18 عاما. فكانت بدايتها الفنية عام 1977 من خلال مشاركتها في مسلسل رحلة المشتاق. من أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة السورية نادين خوري مسلسل رحلة المشتاق، كما شاركت في فيلم زواج على الطريقة المحلية، ومسلسل كان يا مكان، ومسلسل حمام القيشاني، ومسلسل يوميات مدير عام، ومسلسل نساء صغيرات، ومسلسل مرايا. قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية واستطاعت أداء أدوار البطولة بالعديد منها، حتى أن قامت بدور البطولة في المسلسل الكويتي الانحراف الذي أنتج عام 1992، وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ عام 1983. نالت جائزة في مهرجان دمشق السينمائي الدولي الذي أقيم في دمشق في 20 نوفمبر عام 2007، وجائزة العطاء لعام 2008 من هوليود. وفي عام 2010 نالت جائزة أفضل ممثلة دور أول بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دورها في مسلسل وراء الشمس. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.